الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتم النبيين المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن بهم وبآثارهم اقتدى فاهتدى وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن الكريم، كما جاء في صفة القرآن في بعض الأحاديث هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام هو دين الجماعة، هو دين الوحدة، يدعو أبناءه جميعا أن يكونوا جسدا واحدا، متحابين، متآلفين، متآخين، مجتمعي الكلمة. وفي الحديث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بلزوم الجماعة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، أيها الموحدون، يا عباد الله، الإسلام هذا الدين العظيم هو دين اجتماعي بطبيعته، بتنزيله، بتشريعه، بمقاصده، بتعاليمه، هو دين اجتماعي. ولعل هذا أهم ما يميز الإسلام عن غيره من الشرائع، أنه اهتم بالجانب الاجتماعي. قال ابن خلدون في مقدمته: الإنسان مدني بطبعه، أي أنه لا يعيش وحيدا عن البشر، إنما يتم وجوده مع أبناء جنسه، فلا يعيش منعزلا عن البشر. ولهذا جاء الإسلام ليقوي روح الجماعة في داخل كل مسلم، لا أن يعيش منعزلا لا يهتم بشؤون غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله عز وجل رسخ مفهوم الجماعة في نفوس المسلمين بقوله:
إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن قوي بإخوانه. الأخوة الحقيقية، الأخوة الأقوى والأوثق والأثبت هي أخوة الإيمان. انظر إلى القرآن الكريم وإلى الخطاب القرآني. الله عز وجل خاطبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا بصيغة الجمع، ما قال يا أيها المؤمن. لهذا قال أهل العلم هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا فيه تكريم من الله عز وجل للمؤمنين أن خاطبهم بهذا الخطاب، أي يا عبادي الذين آمنوا، هو خطاب لجميع الرجال والنساء من المؤمنين. فالإسلام لا يتصور الإنسان وحده، إنما يتصوره في مجتمع. ولهذا وجهت إليه التكاليف بصيغة الجماعة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن خاطبنا الله عز وجل بلسان الجماعة في الصلاة، حينما تقف لتصلي وتقرأ سورة الفاتحة تدعو بلسان الجماعة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حينما تنتهي من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل إن الكثير من العبادات لا تؤدى إلا جماعة. فصيام رمضان، أنت تصوم رمضان مع جماعة المسلمين، صومش لحالك. صلاة الجمعة التي نحضرها كل أسبوع لا تؤدى إلا جماعة، صلاة العيدين لا تؤدى إلا جماعة، ركن الحج هذا المؤتمر العظيم لا يؤدى إلا جماعة يجتمع فيه المسلمون من كل بقاع الأرض في مكان واحد وفي زمان واحد. فالمسلم لا يعيش منعزلا عن غيره من المسلمين، لا يشعر بالعزلة ولا بالوحشة، بل يعيش مع إخوانه، يصلي معهم جماعة. ولهذا فضل صلاة الجماعة يفوق فضل صلاة الفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمق مفهوم الجماعة في نفوس المسلمين في الكثير من الأحاديث. لما وصف المؤمن قال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن من صفته أنه يألف الناس ويألفونه، بتعايش مع الناس، ينخرط مع الناس، مش منعزل بعيد عن واقع الناس وعن واقع الحياة. وكما وصف الله، كما وصف النبي المؤمنين، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لهذا الإسلام اعتنى بالعلاقات الاجتماعية أيما اعتناء،
وأولى هذه العلاقات اهتماماً كبيراً، وأولى الناس بالرعاية والاهتمام في حياتك هما والديك، أبوك وإمك. ممنوع تتركهم، ممنوع تتخلى عنهم، ابقى إلى جانبهم، وخاصة عند الكبر اكسب رضاهم، اكسب برهم، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ادعوا لهما بالرحمة في حياتهما وبعد موتهما. فهم أولى الناس بالرعاية، إنك تتفقدهم. الإسلام هذا الدين العظيم اعتنى بالأسرة أيما اعتناء، فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، التي إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. الأسرة التي تتكون من أب وأم وأبناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام اهتم بصلة الأرحام وشدد على صلة الرحم. توصل رحمك، تتفقد رحمك، مش من العيد للعيد، مش على المناسبات، مش إذا أجي عندي أنا بروح عنده، هاي هاي، هذا ليس الواصل، هذا الذي ليس يصل رحمه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا هو قطع، أنت بتصله، أنت بتبدأ بالزيارة بالصلة. الإسلام أمرنا أن نتفقد جيراننا، مش تعيش لحالك دون أن تعرف من حولك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. طمن عليه، فقد على أحواله بين الفترة والأخرى. إذا تضاوروا، تحابوا، تهادوا، هذه العلاقات الاجتماعية هي التي تقوي المحبة، أواصر المحبة بيننا. فهذه الأشياء، هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها، هي التي تحافظ على هذا النسيج الاجتماعي الذي لابد أن نحافظ عليه جميعا. أنت كمسلم لابد أن يهمك شأن أخوك المسلم، أن تدعو له، تدعي له، سواء على مسمعه أو بظهر الغيب. كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وله إلا وقال له الملك ولك بمثل. الذي يساعد على تقوية العلاقات الاجتماعية بيننا هو أن نتزاور فيما بيننا، نزور بعضنا البعض. قال: من عاد مريضا أو زار أخا له إلا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام قبل كم يوم نشر مقال وأجريت دراسة في فرنسا. في فرنسا في هناك 11 مليون شخص يشعرون بالوحدة بالعزلة. 20% من السكان في فرنسا اللي أعمارهم فوق 15 سنة يشعرون بالوحدة بالعزلة. يعني واحد من كل 5 أشخاص بعيش بهذا الشعور. ما في عندنا هذه العلاقات الاجتماعية، ما في عندنا هذه العاطفة، هذه الحنية تجاه بعضهم البعض، سواء الأب تجاه أبنائه أو الابن تجاه والديه. ما في عندنا هذه الحنية والعاطفة. فقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة هذا الدين الذي جاء ليذكرنا ببعضنا البعض، إنه نكون إلى جانب بعضنا البعض، نحب بعضنا البعض، نتزاور فيما بيننا، نقف ونعين بعضنا بعضا. هذا ما جاء به ديننا الحنيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.